كده وهنحط رشة فانيليا، وهبدأ أضرب من أول وجديد. كل حاجة سهلة، انتوا شايفينها اهو. طبعا انا هو ازيكم، معكم سارة سيد. فيديو النهاردة بيتكلم عن مشترياتي للمطبخ. دي اول حاجة انا اشتريتها، كنت عايزة صينية تكون مضلعة كده، في منها مربع المدور ما كنتش لاقياه، فلقيتها فتح الله. دي 8.39 جنيه، ماركة اسمها ماركة الكرنك، مش عارفاها يعني، بس جبتها من فتح الله قلت اجربها، وعشان اعمل فيها طارت او اعمل فيها بسطة فرو، عشان بحب البسطة فرو جامد. وجبت بقى دي كمان، قبل ما الاقي دي جبت دي برضو نفس الحاجة، بس معرفش بصراحة هي حلوة ولا وحشة. انا جايباها من محل اسمه البازا فندي في المنصورة هنا، بيبيع اللي هي لوازم الحلويات، فجبتها برضو، بس مش عارفة هي كويسة ولا لا. فانا كل حاجة اقول انا مش عارفة كويسة ولا لا، مش عارفة كويسة ولا لا. فانا قررت النهاردة ان انا هجرب معاكم اعمل الباستا فلورا بتاعتي فيهم، وهنشوف بقى هي نظامها ايه، هتسوي الحاجة حلوة ولا لا، هتتحرق يعني، هنشوفها حوارنا ايه مع بعض. فيلا بينا. طيب انا بعمل الباستا فلورا ازاي؟ المقادير: كوباية سكر بودرة، كوباية زبدة. طيب يا ساره، ليه حطيتي سكر بودره؟ اشمعنى سكر البودره؟ علشان ما نحسش بيها لما نيجي ناكلها. عندك سكر عادي ممكن تحطي السكر العادي، بس هتحسي بيه شويه او هياخد وقت منك وانت بتعمليه بالمضرب، فده اسهل لي. وهبدا اضربهم بالمضرب دلوقتي، هتتعمل دلوقتي بمنتهى السهوله. طبعا علشان انا فاشله في الحته دي، فاحنا دلوقتي هنحط البيضه علشان يعني تساعد ان هي تتضرب. المفروض نحط بيضتين، بس انا ما عنديش غير بيضه، فهنحط بيضه وهنحط رشه فانيليا. وهبدا اضرب من اول وجديد، كل حاجه سهله انتوا شايفينها اهو. افهموا الطريقه لوحديكم. طيب بصوا، انا هخلص المهزله اللي انا بعملها دي، وهاجيلكوا بعد ما اخلص المرحله بتاعه الضرب دي عشان نشوف احنا هنحط ايه تاني. ما تسيبونيش، استنوا. دلوقتي بقى هبدا اضرب تاني. في ناس بتحط بيكنج باودر على الباستا فلورا، بس انا ما بحبش احط عليها بيكنج باودر علشان ما تبقاش منفوشه، انا عايزاها زي البسكوت تكون ناشفه وتكون رفيعه. هبدا دلوقتي برضو هضرب، برضو مرحله ضرب سهله قوي، ما بتوسخش اي حاجه حوالينا، كل حاجه بتبقى نظيفه. يلا بينا. طبعا انا هو عملت اهو الباستا فلورا، واتعمل باسهل ما يمكن. دلوقتي انا هبدا افردها في الصينيه اللي انا اشتريتها، وهقول لكم الصينيه حلوه ولا وحشه، كل حاجه تمام. طيب انا عملت العجينه اهو، لازم تكون ماسكه نفسها شويه كده ان هي اعرف امسكها كده تتشكل، فاهمين؟ كانها ايه، عجينه بسكوت كده شويه بتبقى، انت فاهمين؟ شايفين ملمسها؟ هو ده ملمسها. هبدا بقى دلوقتي ان انا افردها على الصينيه دي بعد ما غسلتها، وهشيل مثلا شويه من الكميه دي، قولي ربع الكميه، علشان ابدا ان انا ازين بيها. فيلا بينا. انا دلوقتي خلاص فردتها، هبدا بقى ان انا احط عليها اي نوع مربى انت بتحبيه. انا بحب المربى اللي هي الفراوله، بحبها قوي عليها، فهبدا ان انا احط مربى فراوله كده عليها زي ما انتوا شايفين كده. ايه، ما نكترش قوي برده عشان ما تبقاش مسكره، عشان احنا حاطين عليها ايه، سكر، اكيد انت هتفهمي لوحدك. بصوا، مش عارفه تطلع حلوه ولا وحشه، لو طلعت حلوه هعمل الفيديو، لو طلعت وحشه يبقى الفيديو ده ايه، هيتحط في التهلكه، هيتمسح وكاني ما عملتش حاجه. فمش عارفه بقى الكلام اللي انا بقوله ده هيظهر لكم ولا مش هيظهر لكم، بس انا اصلا طباخه ماهره. شايفين؟ شايفين الفن؟ شايفين اللفه دي؟ مش اي حد بيعملها. هبدا بقى دلوقتي ان انا احط الشرايح كده، ان انا هزينها. معرفش بقى ايه الربع الكميه دي هتكفي ولا لا، عشان حاسه ان العجينه طلعت قليله شويه. انا حاولت ازينها طبعا، يعني ايه، شايفين الفن الرهيب. ممكن بقى عليك يلعبوا اكس واقف جواها كده عادي. المهم هنحطها في الفرن بقى، وهنشوف بعد ما تستوي، هنشوف بقى بعد ما تستوي هي حلوه ولا وحشه. ما تبصي، ما حدش يقول حلوه ولا وحشه قبل ما يدوق
انتوا شدوه صحيح قبل ما تشوفوا النهاية، نهاية مش النهاية، مش نهاية حياتكم يعني، نهاية الفيديو وحلاوة الوسط الفلورة بتاعتي. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ هوب كده يكون الفيديو بتاعي خلص والبصفورة اتعملت. استنى ادوقها كده، طعمها جميل بجد. بصوا هي بتتحط في الفرن على درجة حرارة 200 من 10 دقايق لربع ساعة وبتكون استوت، والتارت طلع حلو قوي وما بيلزقش في الحاجة، وكمان عامل لي الشكل اللي انا كنت عاوزاه اهو. هي بقى كل ما بتقعد بتنشف اكتر، فكرة البسكوت بالظبط كده، فهي حلوه قوي. ونجحت اخيرا، نجحت فيها والله، انا كنتش عارفه ان هنجح ولا مش هنجح، بس انا نجحت خلاص. عجبك الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك عشان تشجعوني، واي حد يقدر يعمل اي حاجه يا جماعه، ما حدش يفقد الامل في اي حاجه. ويلا باي باي.